انضم إلينا عبر الهاتف مراسل غد ياسر دبابش، إليك الكلمة ياسر. نعم سهام، رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تحدث عن إنجازات الحكومة التونسية وقال بأن البلاد تعاني من أزمة سياسية وليست أزمة يعني حكومية. هو تحدث أيضا بأنه عمل هذا التعديل الوزاري ضمن ما قال بأنه ضمن الدستور، وطبعا هذه الأحاديث جاءت له بعد اتهامات للحكومة التونسية ولرئيس الوزراء وحركة النهضة بأنه يعني قاد أو عمل على انقلاب بالتنسيق مع حركة النهضة. هذا ما نفاه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد خلال حديثه أمام نواب البرلمان التونسي. طبعا الحديث يدور عن 13 حقيبة وزارية شملها هذا التعديل الوزاري. أيضا يعني هناك كان الحديث عن الأزمة السياسية، عن العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. طبعا نحن أيضا نتحدث عن ما قاله رئيس الوزراء يوسف الشاهد بأنه يحترم الرئيس وأنه يثمن دوره في يعني دوره التاريخي في الانتقال الديمقراطي الذي قام به الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. يعني هذا أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التونسي الباجي في كلمة عفوا رئيس الوزراء يوسف الشاهد وعلاقة رئاسة الحكومة برئاسة الدولة. اتضحت صورة ياسر دباب، شكرا جزيلا لك، سوف نتابع معك أي تفاصيل جديدة في نشرتنا القادمة.